لمريخ. بداية الفنية بدأت في المدرسة عندما قام شارق من عام 1963 في الأنشطة المدرسية ونشاط الكشفي، وصعد على خشبة المسرح وعمره 11 سنة فقط. عام 1967 كان هناك الاحتفال الأول بذكرى تولي صاحب السمو المغفول للشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي. كان جابر جاسم يرغب أن يشارك، لكن لم تكن توجد فرقة موسيقية، فاقترح عليه أحد الأخوة أن يذهب إلى فرقة الشرطة الموسيقية، وبالفعل ذهب إليها وقابل المدير وبدأ يتدرب وقدم أول الأغنيات الوطنية في ذلك الوقت. بشكل رسمي وحضر في احد استديوهاتها واعلن الافتتاح بصوته رحمه الله. جابر جاسم في تلك الفتره بدا يبحث عن نصوص شعريه اخرى وبدا يفكر في افكار جديده، ومن ضمنها كان تعرفه الى الشاعر عتيج بن روبة فغنى له اغنيه غزين الفله في دبي لا قاني. الموسيقى العربية لدراسة الموسيقى،
خلال 3 سنوات من دراسته في معهد الموسيقى العربية في القاهرة، تعلم جابر جاسم أصول الموسيقى العربية ومقاماتها وتاريخ الموسيقى العربية. هذا أكسده خبرة طويلة وثقافة موسيقية واسعة أهلته أن يلحن ويغني في المستقبل بشكل واثق جدا من نفسه. يا نجوم Thank you.
من اللقاءات أن يوم كان في الكويت قبل الحفل ما كان حد كثير يعرفونه، لكن بمجرد ما غنى الأغنية كانوا يقولون هذا اللي غنى سيدي ياسين سادات. وصافني يا سخيف الخد العرب،
اللي حوالي شكلت 10 قصائد من أغانيه. هذه القصائد التي امتازت بحسن السبك وبالوزن الواضح والمضامين الجميلة أصبحت قصائد فتاة العرب من الأغاني المشهورة على صعيد الخليج، ومثلا أغنية سلمت لك للحب تسليم. حبايبنا
خير، سدد الله خطانا ورعانا، من الاغاني اللي انتشرت له بين الجمهور. توفي جابر جاسم رحمه الله عام 2001.